كما كنتم مشاهدي الكرام، احييكم وارحبوا معي بطارق الحداد رئيس تحرير وكالة خبر. مساء الخير واهلا وسهلا فيك. الله يعافيك، اهلا بكم. سأبدأ معك داخلين بعض الصور. الرئيس الصمد عدد من الوزراء كانوا في حجه، رئيس مجلس النواب التقى اليوم اعتقد مسؤولك في اداره جنيف حق الازمات. الازمات نعم. قرات الخبرين كيف؟ فيما يخص زياره الاستاذ صلاح الصمد الى حجه، قال كلام معقول ومنطقي ورائع جدا، انه بعد عامين من الصمود اصبح الان العدوان في مرحله تخبط وحاله حرجه، وانهم يبحثوا الان عن مساله تمزيق وتقسيم الوطن بشكل كامل كليا، كما انه دعا الى المزيد من الصمود، وانه الان وجه الحكومه للسرعه بحل اشكاليه المرتبات قبل رمضان، وانه يدعو محافظه حقه الى التكاتف. بس بوجود طارق مع عدد من الوزراء، النزول الميداني احنا كاعلاميين للمحافظات يعطي نوع قوي جدا ودفعه معنويه جدا. نحن هنا، نحن في الواقع، اين انتم يا فارين حكومه الرياض ويني؟ أيوه. انا هنا داخل حجه، يعني اعتقل حجه تعتبر ثاني اكثر محافظه، ومعي عدد من الوزراء وتعرضت للقصف حقه ميدي، بيراهنوا عليها كمحافظه، بيراهنوا عليها وكذا، ومع ذلك نحن في الواقع، نحن في الارض. اين انتم يا مرتزقه؟ اين علي محسن ديسي حرير الحديده؟ اين هاشم الاحمر؟ اين كل الفارين؟ اينهم؟ هذه كانت رساله حقه اليوم، حكوميا ورئاسيا. حكوميا ورئاسيا وشعبيا. وشعبيا بالضبط. نعم، انت معي انه كما قلت انا في المقدمه، نفرح عندما تاتي صور وعلينا ان نركز عليها، صور من المحافظات. عندما يعطى لهذا الوجود الشعبي في المحافظات، وعندما يمتزج مع وجود رسمي تكون الصوره قويه جدا ودافع معنوي رهيب جدا. يعني الشعب لما يشوف المسؤول يزوره، لما يشوف وزراء يزوروهم، يتحدثوا عن مشاكلهم، عن معاناه حجه، عن وضع اقتصادي، عن صمود، عن جرحى، عن تدمير. لانه حتى في الكلمه حق الرئيس صلاح الصمد قال توجه باصلاح انشاء الطرقات التالفه، ولذلك كان معه وزير الانشاءات والطرق بنحييه. ايوه. يعني احد الوزراء النشطين. احد الوزراء النشطين بالضبط. طيب، لو في معكم يا كمال والجماعه، الرئيس مجلس النواب ايضا هذه المسؤوليه الدوليه. الشيخ يحيى الراعي، الشيخ يحيى الراعي ابلغها، يعني كان كلام واضح جدا، انتم الان ذاهبين الى جنيف على اساس الازمات وجمع تبرعات لليمن، وفي الوقت الذي لا زالت فيه القنابل العنقوديه تتساقط على النساء، على الاطفال، على اليمن، لا زال التحريق موجود بكل المحافظات، المخا الان يرتكبها ابشع المجازر، حتى المرتزقه الان يعتقلوا سواقين الدراجات الناريه في المخا، اقتحام منازل. هذه اللقطه اليوم. نعم. يعني من الداخلي هذه المسؤوليه المنسق العام. المنسق العام ابريل هذه صح؟ الا ابريل. ابريل. نعم. في هذا التوقيت انه صوت اليمن المناهض للعدوان على لسان رئيس الشيخ الراعي، الشيخ الراعي رئيس مجلس النواب ورئيس السلطه التشريعيه الفعليه، يعني في الحاصله في اليمن، يبعث رساله للخارج قبل ان يبعثها للداخل. لانه الان الفار بن دغر يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يعني راح لجنيف على اساس انه يتحدث. بس طارق، سخافه مجتمع دولي، يعني احنا بلد معتدى علينا وشعب ومحاصر وبيناقشوا قضايا انسانيه، يستدعوا بن دغر. ارتزاق المال السعودي يلعب دور، المال القطري لا نسبب. بنفس الوقت زياره وزير الدفاع الامريكي للرياض، بعدها الى القاهره بكره. اسالك عن هذا الموضوع، لكن بن دغر يعني قبل ان تستحق السعوديه هو بن دغر محاكمه، ولكن الا يفترض ان يحاكم اول المجتمع الدولي؟ وانت تعرف امس منسقه اليونيسيف تقول اطفال اليمن في المجاعه دون ان يراهم العالم، واصدرت بيان رسمي انه اطفال اليمن يموتون جوعا في المجاعه. المنظمه الثانيه، المنظمه الدوليه لحقوق الطفل، قالت اطفال اليمن يعانون يتضورون جوعا دون ان يراهم العالم. اليمن تعتبر ان حرب اليمن منسيه، اليمن اصبحت الان كان شيء لم يكن، نقتل وندمر. حتى الكونغرس بعث رسائل انه عن بيع السلاح للسعوديه بس بشروط ايش؟ تحافظوا على المدنيين. طيب المدنيين القاع الكبرى وينهم؟ وين البيان حق الكونغرس الامريكي او الادانه من منظمات حتى منظمه حقوق الانسانيه عن مجزره القاع الكبرى، مجزره المخا، مجزره سنبان، المجازر بصنعاء، بصعده، صعد المنسيه برضه، البيضاء، تعز، اب، ذمار، اين العالم كله من المعاناه؟ اكثر من 35,000 شهيد نساء واطفال، جلهم نساء واطفال، و 60,000 جريح. الشعب اليمني اكثر من 20 مليون الان على شفاء، يعني ميتين جوع. اين العالم من هذا كله؟ للاسف انه حتى الان الاعلام اصبحت المكنه الاعلاميه التابعه للعدوان اصبحت هي من تروج وتشتغل الضد، يعني انه ايقاف صواريخ باليستيه على الحدود. طيب انت بتقتلني، انا اقصفك بالحدود، اقصف مواقع عسكريه، لا عمرنا قصفنا مدينه سكنيه، لا عمرنا قصفنا منشاه طبيه او مدنيه او كذا، نقصف مواقع عسكريه حتى اللحظه يعني. وجانب اساسا جانب دفاعي لرد عليهم. جانب دفاعي رد عليهم، هم صعدوا، احنا بنصعد بالعمليات بالحدود، يعني صح.
محاولتهم التصعيد في المخا وفي الحديده والاعلام الضجه عن السيطره على الحديده، احنا اقتحمنا مواقع عسكريه بالحدود بالرغم من قد كانت قفله الحدود بالفتره الماضيه، بدات الامور تهدى وتخف. ما عاد كانت الحميه هذيك داخل الحدود واسقاط مواقع واسرق. فقلنا كل ما يحاولوا يعتدوا نحاول نوريهم نفسنا طويل. لكن هل تلاحظ طارق انه حتى في الاعلام الدولي الناطق بالعربيه لا موضوع اليمن بيطرح يعني على الاقل صوتنا بيكون موجود من خلال استضافه في البي بي سي في فرنسا في بس فرنسا. اوكي لما استضافتنا داخل المواقع الاجنبيه بنطلع يطلع حتى يطلع يدافع عن اليمن بيطلع هو موجه، الطرف الثاني ما يسمح لكش انك تتكلم، ما يسمح لكش انك توصل. كويس احنا بنطلع يعني انا اقصد لك انه تم قصدي الى وقت قريب كان مطبق احنا بنطلع وعلى اساس انه بيقولوا خلاص هذا هو الجانب المظلوم تطلع صورتنا عندهم بالخارج ان نطلع نتكلم انه يقاطعك. انا لاحظت في مذيعات رشا في البي بي سي بصراحه في البي بي سي حتى عندما يكون من طرفنا ما حدش موجود لكن نوعيه اسئلتها للمسؤول السعودي بصراحه تشعر ان في تطور وفي محاوله فهم واستيعاب ان تكون بدلنا يعني بعض المذيعين بنحييهم عرب ناطق باسم العربيه وكانه يحمل قضيتك من خلال سؤال. طيب ليش ما تسميش هذا اسمه عمليه اسقاط نظريه راي عام انه انا في الاعلام اوكي شوفوا انا بالاعلام امريكا تصرح اني ممنوع تبيع سلاح وقف العدوان وقف العدوان وبنفس الوقت من الحديقه الخلفيه يبيع لهم السلاح العدوان يستمر الذي حاصل تنادي مسؤول سعودي فقط عشان يخف الضغط على المنظمات الحقوقيه المنظمات الدوليه على السعوديه يقولوا خلاص شوفوا الاعلام حتى يترجموا كلامهم شوفوا السعوديين بيعترفوا بيفعلوا كذا يعني لكن الواقع يقول شيء ثاني. انما ليست السعوديه زي بدايه العدوان في ضغط اعلامي عليها ضغط يعني قد يكون فقط ولكن على الواقع قد يكون ضغط اعلامي قد يكون البعض منهم مساله رساله توجيه رساله للسعوديه لكن نحن نلحظ كمتابعين لا الصوره متغيره على المستوى الاعلامي الصوره متغيره على المستوى انت ترى انه بس بدون جدوى على المستوى الاعلامي الصوره متغيره لانه الان تحاول السعوديه اني تكون اني خلاص اني مظلومه اني فعلت هكذا عشان في جماعه عشان المد الايراني علشان شفنا ايرانيين باليمن بصنعاء شفنا ايرانيين في والله ما شفنا ايرانيين احنا الايرانيين موجودين في دبي الايرانيين اكبر عمليه غسيل اموال موجوده في الامارات الايرانيين معهم جزر اماراتيه الايرانيين الان بيتفقوا كيف الحق داخل السعوديه يعني اتفاق داخل شركه الحق السعوديه والايرانيه كيف ان انا اخلي الايرانيين يحجوا عندي بالسعوديه وانتم يا ابو يمن ولا زال موضوع اليمني ممنوع يحجوا ممنوع كذا ممنوع عليك الهواء امس الايرانيين صفقه مع قطر خرجوا جماعتهم اللي كانوا في العراق احنا ممنوع علينا الهواء ممنوع علينا الاكل الحديده محاصره مطار صنعاء محاصر كل حاجه داخل اليمن حتى على مستوى الاكل او الشرب او الدواء كل شيء محاصر بس الشعب صامد اكيد وعن صمد السنه هذه و20 سنه قالها الزعيم حفظه الله علي عبد الله صالح قال بان صمد الى 11 سنه واحنا نقول للزعيم عن صمد الى 120 سنه 130 سنه احنا جال الزعيم المؤتمر الشعبي العام الان اثبت انه هو الرقم الصعب والاصعب المؤتمر الشعبي العام في الجبهات اللي كانوا يسموه الحرس العائلي اثبت اليوم انهم الحرس الوطني الحرس اللي اليمن اصبحت امه وابوه هذا هو المؤتمر الشعبي العام هذه الدوله التي 33 سنه كانوا يتكلموا عليها لليوم سنتين اكثر من 17 دوله تحاول تدمر منجزات الزعيم حفظه الله سواء من وحده سواء من منجزات سواء من بناء جيش من اقتصاد على مستوانا على مستوى الدخل اللي كان معانا ونحن منتصرين. اخر المعلومات عندك عن المرتزقه في الرياض ايش اخبارهم؟ والله مرتزقه الرياض اخر شيء كان بينهم الخلاف الذي حصل ما بين سلطان العراده والمقدشي في مارب بعد توجيهات المقدشي بصرف الرواتب سلطان العراده يرد على المقدشي يقول له احنا اسفين ما بقبلش اي امر حتى لو كان من هادي انا لازم يكون معي امر توقيع مشترك عشان صرف المرتبات انتشرت اطقم عسكريه في محيط البنك المركزي حاصروا الجنود الجنود في الجوف عملوا اعتصام وبعدين اعتصموا في مارب وقبلها في الذي حصل في نهم هذاك الضابط لطم احد الجرحى التعزيين وقال له انت على تويتي الضابط المرتزق قال له انت لا من تعز وكذا وعلي محسن قاعد يدخل يحاول يلمعوه الخلافات ما بين بندغر وعلي محسن بين بندغر والفرهادي يعني بندغر وصل لداخل عدن جلس يمكن ساعة باخر زيارة لعدن وبعدين غادر على طول الرياض، ليش؟ خلافة الايدروس رافض له شايع رافض له الحراك المتشدد والحراك الجنوبي والحراك المش جنوبي والحراك الاماراتي والحراك السعودي والحراك الامريكي والحراك الايراني لانه اخر تهمه حراك ايراني طيب حراك ايراني وانتم محررين عدن كيف؟ اعتقلوهم طيب قولوا مسكنا هذا حراك ايراني اثبتوا انه انا واحد ايراني باليمن بس واحنا نقول حاضر وغدا منطقتكم يعني داخل عندكم
ومشكلة المحافظ المعماري المرتزق هذاك محاولة اختلاس 1,300,000,000 كان هارب بها من داخل عدن وصار ريال يمني ايوه قليلة كانت مرتبات عرفنا مرتبات معلمين تعز نقطة داخل الضالع يمسكوه وبعدين يرجعوا علي محسن هناك وهذه اتهموا بالسرقة وبالاختلاس نفس الكلام الان اللي حصل اليوم داخل مؤتمر حضرموت الجامع كنت بسألك تفضل ايش حضرموت الجامع اليوم خرج هاني بن بريك يتحدث عن شيء قد انتهى قد عفى عليه الزمن الاغبياء بيقولوا 2/2/16 الغى مؤتمر الحوار الغى يعني يقول خلاص احنا معنا مخرجات الحوار نعلن اقليم حضرموت اقليم مستقل وندعو الفار هادي الى انه يصدر قرار بعد 10 ايام وخلاص حضرموت لحاله اقليم مستقل، الحراكيين داخل عدن قالوا لا احنا نشيل اقليم حضرموت كل مع اقليم عدن. الاماراتيين قالوا لا احنا نشيل ناخذ من حضرموت المكلا والريان وسيئون داخلها ضباط سعوديين لديهم ضباط الاسناد حق المرتبات خليهم لا هناك، احنا القاعده بنتصرف معاهم والمهرب ناخذها بس جيبوا لنا بالحاف وضباط اماراتيين دخلت قوات قبل الخميس او الاربعاء قوات اماراتيه واصلها بالحاف على اساس ايش؟ يحاولوا يفعلوا ميناء جديد داخل بالحاف وميناء عدن اتفقوا اتفقوا في علوم مش اقليم ما طيب قبل ان اسالك عن التوقيت الطرح اليوم انه حضرموت لحالها بس حضرموت لحالها فقط ما عاد فيش مهره ولا سقطره لا ولا لا مهره ولا سقطره سقطره غادي ملكيه خاصه الاماراتيين يعني لو اسالك عن التوقيت لماذا الان؟ لماذا الان؟ شوف السعوديه الان اول حاجه تحاول في صحيفه امريكيه نزلت تقرير قالت الان الاماراتيين والسعوديين متفقين على حاجه واحده التخلص من هادي والفرع علي محسن اخوان الرياض ومرتزقتهم بن دغر ومن الاحداثيات المرتزقه الاكبر مدعو رشاد العليمي وشله الانس هذه كلها قالت خلاص نتخلص منكم معنا الان شخصيه جديده بنحاول كيف نسوي الاوضاع على اساس الانتخابات الرئاسيه في خريف 2017 والمرشح الابرز المدعوم باسندوا قالوا بالتحليل الامريكي انه باسندوا مقبول لدى الحوثيين باسندوا لو مسك الرئاسه بيقدر يتصرف مع الحوثيين ويستعيد الرئاسه ومن الرئاسه وخلاص وهذا غدو حكم طيب صفحه هذه هذا جانب امريكي بيطرح جانب امريكي بيطرح طيب احنا سئلنا قلنا طيب الحوثي هذا هو يمني انا اسميه جماعه فقط او لديهم المسمى حقهم جماعه انصار الله يمنيين يعني طيب لما تجي تتحدث احنا الان بنحاول الاعلام سواء غدا تكون النقطه هذه حساسه نوعا ما لكن الاعلام الان اين المؤتمر الشعبي العام؟ المؤتمر الشعبي العام اكثر من 8,000,000 عضو، المؤتمر الشعبي العام بالجبهات، المؤتمر الشعبي العام بكافه المؤسسات، المؤتمر الشعبي العام بالاعلام، بالسياسه، بالاقتصاد، بالحدود، بجبهه مأرب، جبهه نهم. يعني هل نقدر نقول ان في نوع من التغاضي او خلاص يا عبد الله صالح مؤتمر شعبي عام؟ احنا الامريكان انا اتحدث مع ناس بيقولوا الموت لامريكا، طيب والمؤتمر الشعبي العام؟ الحرية الديمقراطية 33 سنة والمؤتمر الشعبي العام أسس على الحرية وعلى الديمقراطية وعلى حرية الرأي وحرية المطالبة وفقا للدستور الآن وصل لمرحلة أن أزيح ثلاثة يمن المؤتمر الشعبي العام يمن موضوع صعب أنت قلت قبل شوية أنه الرقم الصعب الرقم الصعب كبير لكن أنت ربطت باسندوها بموضوع حضرموت اليوم وفق التحليل الامريكي وفق التحليل الامريكي وطبعا باسندوا يعني انا ما اعتقد انه بفتره حكمه قريب من الامارات باسندوا يا عايش في الامارات وحاله على نفسه يعني بس نراجع تاريخ باسندوا انا ناقش انتبهوا انا و طارق بنناقش تحليليا ايش لان هذا الجزء ايضا من عيني بفكر هذا اللي طبلته عدوان على جان شرعيه ده اليوم اصبحت ورقه اوراق خريف يلا دهفه باسندوا اعتقد ازاحه بحاح اللي كان الى قبل فتره ازاحه مرشح الرئاسه انتهى خلاص اللي هو على اساس انتوا بحاح ايوه بحاح كان محسوب على الجانب الامن الاماراتي وفي معلومات طبعا غير مؤكده وما قدرناش نتاكد منها انه بعد المشكله اللي حصلت في مطار عدن والامارات طلبت نقل الفرهادي ناصر انه وصل له داخل الامارات المخابرات الاماراتيه شلته استدعوه له داخل معاشي طياره هليكوبتر نقلته داخل ابو ظبي وبعدين عبد الرب راح يتوسط لبنان انه الجانب الامني بحاول يتدخل ويقول ناصر وما ناصر وانه كان مغرر به والمعلومات غير مؤكده حتى اللحظه نعود لباسندوا باسندوا بالثمانينات لما كان وزير الخارجيه اعتقد انه الرئيس صدام حسين قال هذا مين هاي الناجح باسندوا بعام 2012 لما كان معه حميد الاحمر ولما كان عبد الرب معه لما كانت المبادره الخليجيه معه لما المؤتمر الشعبي العام خرج وصوت 6,000,000 طبعا لانه كان مفروض فرض عبد ربه عبد ربه فرض علينا فرض عبد ربه في احدى الاجتماعات بحضور السفير الامريكي والفار علي محسن والفار حميد الاحمر والسفير البريطاني والسفير السعودي
اعتقد انه فرض عبد ربه يكون مرشح، يا فخامه الزعماء عبد الله صالح، يا تنقل الرئاسه من عندك لعند عبد ربه منصور هادي، ما لم سوف ندخل اليمن الى ما لا نهايه. والزعيم حفظه الله حقنا للدماء ومراعاه للوطن واليمن الجميع. لا، وكان عارف انه مرشح للسفارات عبد ربه. لا بس الان ما يجلس يقول في بعض بعض الاخوه يعني نحاول نرد عليهم. اجاب الزعيم نقول لهم عبد ربه لم يكن مرشحنا ولم تكن ايدي امينه، كان مرشحنا شخص اخر وليس هنا مجال ذكره. ويبدو ان الزعيم ما ادري لكن يعني فرض يعني لا، يبدو انه كلمه الايادي الامينه هو قصد بها نعرف لمن انت امين. لمن انت امين؟ هو سياسي كبير علي عبد الله الصالح يقول انت تتجملوا طالما قدكم مقررين ومصرين للمرحله يعني هكذا حقنا للدماء. لكن ايضا ممكن تحليل اخر ان هذا كان الرجل الثاني في المؤتمر الشعبي العام، وانه الزعيم تصرف بنوايا صادقه، يعني كل التحليلات السياسيه يعني قابله للنقاش وتمتلك ارضيه صلبه جدا طبعا. فباسندوا الان حتى الغرب لما يطرحوا باسندوا ويتحدثوا عن علاقه باسندوا مع طرف معين فقط يعني يتجاهلوا طرف ثاني ويتحدثوا عن باسندوا. اللي بيعني ايش؟ انت يعني تعمل عدوان وتجيب العالم كله كسعودي وكقطري وكخليجي وجاي مرتزقه بلك، هذه شرعي، هذه شرعي، فلان شرعي، في نهايه المطاف باي باي هادي. انت هذا باي باي طبعا من هذه الزاويه. طبعا ليس تقييم اللي باسندو، انا قلت قبل كده انه يكفي بالنسبه لي انا كيمني لما ارى صوره باسندو في الرياض معانا خلافات مع طيب. وانا بالنسبه لي قد اختلف معك بالراي نوعا ما. يكفي لي انه باسندو وهو موجود عندي، الحاجه الوحيده اللي شفتها من باسندو انه دموع وانه ما قدمش ولا حاجه. باسندو يعني تاريخ باسندو السياسي، تاريخ باسندو على المستوى المهني، على المستوى العملي، ماذا قدم باسندو؟ الان احنا نحل مشكلتنا داخليا. انا كرأي شخصي اقول لك اذا كان باسندو هو دي بيكون سداله وذا، انا اقول لك محمد منصور فلياتي. طيب وانا اقول لك رايي هذا الخاص، وانا اقول لك انا رايي الخاص. ليه انتم بتتذكروا تصريحات هؤلاء المرتزقه؟ طيب انا اقول لك على حاجه، رايي الخاص باسندو، باسندو عام 2012 ما الذي قدمه؟ باسندو 2012 كان مدعوم عادي، وكان وكان وكان. هل تعقل انه باسندو الان يعني الرجل المريض، الرجل المريض باسندو ما الذي تقدمه؟ باسندو ما خرجش يقول لا للعدوان، باسندو الان ما خرجش. الكلمه النهايه في الاخير هي للشعب اليمني. اللي نهض هذا العدوان، نحن بنناقش ايش بيدور في فلك معسكر العدوان. معسكر العدوان بالنسبه لي كيمني عندما يصبح هادي اوت، بن دغر اوت، علي محسن اوت، فلان اوت من منظور امريكي او منظور سعودي او منظور خليجي، لا، هذا نصر غير مباشر للشعب اليمني. انا ما ضحيتش ب 35 الف شهيد، ما ضحيتش بتدمير بنيان باسندو تحتيه، ولا ضحيت بوطن باكمله على اساس انه ارجع نفس الموال اني امريكا، ولا يكون اتفاق امريكي سعودي، امريكي اسرائيلي، امريكي بريطاني، يقولون يا يمنيين اعملوا كذا. ما دام كان الحل هكذا واي طرف بيوافق سواء كان من المؤتمر او وحلفائه او من انصار الله وحلفائه بيجي يوافق انه امريكا او اي فلان يجي يقول لي تعالوا، اسمح لي يجي يقول لي تعالوا بنحل المشكله الان، بقول لهم انتم الان خونا، ليش كنتوا عاد تفعلوا هذه الحاجه وعادوا بمقتل اول شهيد، بتفعلوا هذا الشيء بعد قنبله حطام قبل 2015 إيه؟ بس نوقش ذا في الكويت، نوقش رئيس توافقي، يا نوقش رئيس توافقي، اوكي رئيس توافقي اختاره انا الان الشعب يقول كلمه توافقي، وانت لازم تناقش ايضا مع الامم المتحده وتناقش ايش معنى اوافق مع الامم المتحده، بس اول حاجه قبل اروح اناقش مع الامم المتحده ارجع اناقش الشعب هذا، الشعب اللي صامد معي، معك. الشعب اللي صابر معي، معك. الشعب اللي اليوم 6 شهور غير مرتبات، الشعب اللي للشعب اليمني. انا نقول دائما الخبر السياسي ما حد بيفرض على الشعب اليمني، انا وطارق الان بنناقش تحليل. ايوه طارق قال تحليل طبعا، ادعي له خبر سياسيه طارق بيقول لا عوده للدموع ولا عوده للفارين والمرتزقه. لا الفارين انتهى وفقا لهذا النقاش خلاص. طيب اعود ادعو النخبه السياسيه، اي نخبه سياسيه تقول يا شعب تعالوا احنا معنا كوادر، يعني ما فيش ولا رجال باليمن لا باسندوا؟ يا جماعه الخير انا مستعد يرجع الزعيم يمسكها مرشح انصار الله يجيبوه مرشح ودخل الانتخابات، الله نروح الصندوق بكره، نروح الصندوق بكره، انتم ماسكين صنعاء، ماسكين الموارد، معكم بطاقه تموينيه، معكم حلول وما حلول، نتحرك بجد يعني كل مسؤول حكومة الإنقاذ الوطني الآن تحدد. اي بس وتقول احنا بنناقش ايش الآن مرة ثانية يا طارق؟ نحن بنناقش آخر ما أنتجته المخيلة اللي تبع العدوان،
فاهمني؟ أيوة. يعني الامريكان والبريطانيين كلهم هذا تبع الادوار. طيب احكي لك، هذه اخر ما حكته اعلاميا. ادي لك الان الذي حصل، وزير الدفاع زار الرياض، اتحرك داخل الرياض ما تسوى. أيوة. تصريحه داخل الرياض ادعو الى السلام في اليمن وعوده العمليه السلام الى اليمن، كما ادعو الحوثيين الى وقف اطلاق الصواريخ، وادعو السعوديه وقتل المدنيين في الرياض. في التزامن في الرياض بس في الرياض عفوا يا طارق، طبيعي يقول ذا الكلام. أوكي. يعني اي مسؤول امريكي يقول السعوديه تشي هذه الكلمتين، نحفظ امن اصلا ما حد بيهد السعوديه. بس بالتزامن مسؤولين داخل الكونغرس يعني وعد ماتيس يقولوا بنبيع متحرك بالجو من داخل الرياض الى داخل القاهره. مسؤولين داخل الكونغرس الامريكي بيقولوا بيع السلاح محتاجين الى ضمانات كثيره. القرارات التي جمدها اوباما لبيع السلاح للسعوديه، خلاص احنا مسموحه بيع السلاح للسعوديه، نشتري ضمانات حتى ضمانات شفويه. طيب لما الكونغرس يشترط صوت من اقوى الان، الكونغرس ولا ماتس؟ ماتس امريكيين. كونغرس هو الكونغرس اصبح الان حزب الجمهوري معروف. الحزب الجمهوري عايش بالنظريه السياسيه عندنا الواقعيه مش النظريه المثاليه. طيب اسمح لي اكمل لك بس الفكره هذه. النظريه الواقعيه هذه ايش؟ انه خلاص الانسان خلق انه سيء وما سيء. الان الحزب الجمهوري بيقول الكونغرس انت عليك الضجه الاعلاميه، حقوق الانسان ما حقوق الانسان، وانا بامرر اشتي بدلاله انه المسؤولين قالوا الكونغرس تخيل قال لك نشي ضمانات من السعوديه حتى شفويه. يخرج وزير الخارجيه السعودي يقول انا اضمن مقتلش مدنيين من اليمنيين، هذا تصريح يعني ان الكونغرس موجود بالوثائق واحنا بنبيع سلاح. الكونغرس 58 عضو الكونغرس بعثوا رساله ثانيه لترامب بيقولوا له لا تكون اذا انت تدخل اليمن بالحديده بشكل مباشر اجعلنا قانونيا لازم ترى الجيش اليمني. ما تستحرك من القاهره للرياض، من الرياض للقاهره، وصل عند قابل السيسي غدا. السيسي وين بيكون؟ في السعوديه. في السعوديه. ليش؟ تتذكر تصريحات الكونغرس الاخيره لما قالت الكونغرس نحن ندعو حلفائنا السعوديين الى جعل الجيش المصري يشارك معاهم، لانه خلاص اصبحنا انه الجيش السعودي نمر من ورق وصلحت العلاقة الآن أمريكا. في تقديرك بينزل السيسي جنود في الأراضي اليمنية؟ فلوس زي الرز. نحن نسألك، أنا نتناقش الآن. ما السيسي قال فلوس زي الرز. نتناقش نحن. أيوة أنا أتوقع. هل بينزل الرئيس السيسي جندي مصري؟ زي ما السيسي أمر. أنا عم نتناقش. أيوة الآن. أقول لك من بينزل ليش؟ أنت ترى السيسي ليش مش قد كانت أصدرت المحكمة القضاء الأعلى في مصر؟ انه صنافير وتيران الدليل العليا. ايوه صنافير وتيران ملك القاهره. أيوة. وبعد واحد حكم من المحكمه، حكم من محكمه ثانيه يبطل قرار المحكمه. الحكم الاول الغاه وعاد الامور الى مجاريها ونرجع القضيه الى معها وخلاص نرجع الجزائر هذه الجزيره هذه ملك للسعوديه. السيسي بعد عداؤه مع السعوديه والتصريحات. طيب. تصريحات عسيري. اوكي اربط بينها مع تصريحات عسيري. طيب. لما اول حاجه يقول عرضوا علينا 40,000 جندي مصري، خرج مسؤول مصري رفيع ينفيها الرويترز. ثاني يوم عسيري يناقض عسيري، خرج عسيري يناقض عسيري، يخرج يقول له لا انا غلطت انا ما غلطت. طيب خلينا نعمل المعادله. اوكي نناقش هذا موضوع مهم. السيسي عنده مشكله كبيره في سيناء، صح؟ ضغط سعودي. ايوه ضغط سعودي. عنده مشكله كبيره في ليبيا برضو سعودي وقطري. برضو سعودي وقطري. عنده مشكله في السودان برضو سعودي وقطري. سعودي وقطري اخوان. السودان عنده اسرائيل، عنده الكيان الاسرائيلي سعودي. سعودي. طيب وفقا لهذه المعطيات بيرسل لليمن؟ بيرسل لليمن. بيرسل لليمن. نشوف نشوف. وإذا ما رسلش قد يكون قد يتدخل عن طريق القوات البحرية المصرية، أو أنه عاد يقبض فلوس. طيب أي واحد يحط في الأرض اليمنية أي جنسية، اليمن مقبرة الغزاة، بيقتل أكيد بيموت بيحرق. هل سيتحمل النظام في مصر؟ يعني النظام في مصر بيشيع الناس من سيناء، شهداء بيقاتلوا إرهابيين وشهداء الكنائس. ايش بيقول لما بيقتل واحد مصري في اليمن برضه شهيد وشهداء الكنائس؟ هل ستتقبل الارض الاسره المصريه شهيدا في اليمن؟ اوكي بيقولوا ايش؟ بتقاتل عن السعوديه؟ انا اسالك. السيسي الان طامح حتى كاريزميته والتركيبه النفسيه له والسياسيه والعقليه له انه طامح يكون ناصر مصر 2017. طيب بيقول انا رايح، احنا رحنا ب 67 يا طارق انت بنناقش انا وياك قبل قليل ان هادي اوت وبندغر اوت، يجي بعد السنه الثالثه من العدوان مصر تشارك؟ يعني ما مصر مشاركه من البدايه كانت. انا قصدي بيتعلق بالبريين. بالبريين اذا كان في ضغط امريكي، اذا كان في مساعدات امريكيه. لانه مش لا يعقل يعني سياسيا العلاقات متوتره بين القاهره والرياض كاملة متوترين، حتى التصريحات لا قبل اسبوع، قبل اربع ايام مش قبل اسبوع حتى. عسيري ناقض عسيري، مسؤول مصريين في عسيريين في فجأة الخميس غادر ماتيس من داخل الرياض،
الجمعه بيان الرئاسه في القاهره قدوه، بس بيان الرئاسه المصريه لما انا اعلن بعد كم بعد لقاء في عمان، بعد لقاء السيسي بالملك السعوديه اعلن انه وجه له دعوه يزور القاهره. انما كويس انت بتربط انه بعد زياره، بعد زياره ماتيس القاهره زار القاهره. اوكي خلاص يوم الاحد يا اخي انتظروا يوم الاحد رايح لهناك، لانه الان وقت الضغط الكونغرس الامريكيه، السلاح الامريكي، ترامب يشيف على إيه، بس الشعب اليمني والجيش واللي كان قالوا كلمتهم فيما يتعلق ولا زالت كلمتنا يعني قويه والاقوى حتى الان. العنوان الكبير للعدوان السعودي انتهى. انت بتتكلم، انت جايب عدوان على الشعب اليمني بحجه شرعيه وما شرعيه، انتهى هذا الموضوع. انت فاهمني؟ اوكي. فبالتالي طيب. من هو هذا اللي انما انا معك، ممكن يكون قد يكون في الان كي لا نطب المواضيع، الان اصبح العالم حتى اللحظه هذه بيتعامل مع من؟ طيب ليش ما يكون التصعيد السعودي القطري فيما يتعلق بالمخاوله اساسا تهديد لمصر؟ غير مش كيف انه قناه السويس مش باب المن... تهديد لمصر وقناه السويس. نطرح سؤال، والمصريين مش اغبياء لهذه الدرجه، المصريين مش اغبياء للدرجه هذه. والشيء الثاني بيكون حتى تهديد لمصر وتهديد معك مضيق هرمز، يعني باب المندب، ايوه، ومعك مضيق باب المندب يكون كثير. بس ايش الاصرار هذا على يعني يشتو قدم في الماء؟ ايش الموضوع بالضبط؟ الموضوع قد على فكره موضوع على قد يكون هناك في اتفاقيه بالكواليس اللي هي تسليم الساحل الغربي على اساس بعدين يخرجوا من الساحل الغربي واحنا ننسحب من الشمال اللي هو شمال الشمال الحدود اليمنيه. أيوة. وبعدين خلاص يمر عليك نظام الاقليمين اللي هو المساله هذه كلها تقسيم وتمزيق اليمن، انه خلاص احنا بنحترم عليكم هذا الساحل. حتى هذا السؤال يا بما فيها حق حضرموت اليوم اجاب عليه الشعب اليمني مسبقا، انت حاولت ان تفرض عن جهيتك عن جهيه السفارات في مؤتمر بومفيك، ما نجحت. اتيت بعدوان انت في عامها الثالث ما نجحت، فكيف يمكن بعد هذا العدوان ان تمشي؟ كيف يمكن ان تمشي هذه المشاريع الصغيره؟ المشاريع الصغيره هذه تمشي اذا قد كان في نوع من الاتفاقيات. الحين اذا في دوله في حضرموت عاصمتها المكلا، عاصمتها المكلا، بينزل الرئيس الشرعي هادي الى المكلا ايش؟ ما قدرش يعيش بعدين ساعه. ها؟ رئيس ايش بيكون؟ رئيس المكلا. يعني فرض انا احدثك عن لا شوفوا المجانين هذولا اللي قوموا عدوان باسم جمهوريه يمنيه و2216 ونحن شرعيه. اليوم عندك حضرموت بكره انفصلت العاصمه المكلا لحالها. والخائن الاول زارها، كيف بتستقبله بصفته ايش؟ طيب. رئيس ايش؟ ليش ما ناخذش صح ولا لا؟ ليش ما ناخذش الموضوع من رؤيا ابعد؟ ان احنا الان نقول موضوع اقليم حضرموت لحاله ينفصل لحاله، وبنفس الوقت قد تكون القطاع الشطرنج تترتب انه على اساس خلاص ما بيكون حضرموت لحاله، بنضم لك يا حضرموت المهرح، عدن، شبوه، سقطره، خلاص، ونمرر ايش؟ نظام الاقليمين. ليش ما يكونش ما تكونش هذه الرؤيه؟ ليش ما يكونش معركه الساحل؟ اني قد يكون اتفاق مسبق انه خلاص نعيد اتفاق مسوده مسقط عام 2013 اللي هي اقليمين وشمال 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 الشمال وخلاص، والجنوب لحاله والشمال لحاله. وبعدين قد معك الان المستعمر الاماراتيه داخل سقطره، امس مركز الترويج السياحي وزاره الثقافه والسياحه بتقول سقطره الان اصبحت مهدده بالخروج من التراث العالمي، سقطره ممنوع فيها البنايات، ممنوع دخول السلاح، الاماراتيين الان بيعمروا بيبنوا الاماراتي. وباطي موجود وزير سياحه، وباطي والعمامر الارياني وزير اعلام، الارياني بيقول الان اصبح الارياني مش وزير اعلام، اصبح بيج بوس يعني المستشار الاكبر، نائب الاول لرئيس الجمهوريه لرئيس فندق الرياض. اشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك طارق الحداد، تناقشنا في كل شيء. كما قلت هذه الفقره دائما الجانب الاقصى فيها هي التحليل، وانا دائما يعنيني يوميا ان ارى عقليه أن نقرأ عقلية ما يأتي من الخارج ومن معسكر السعودي، من معسكر الخونة، من معسكر كل من يعتدي على هذا البلد العزيز. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. وأشكركم مشاهدي الكرام، وغدا لنا لقاء. لا تدك.